احنا جمعيه التدخل المبكر للاطفال في وضعيه اعاقه بشراكه مع جمعيه الدمج والتاهيل للجميع، وبمناسبه اليوم العالمي للاعاقه اللي كيتصادف 3 جانفي، ارتئينا على اننا نخصو اسبوع كامل للاطفال في وضعيه اعاقه اللي شملت التحسيس بهم. واختارينا كنا قمنا بتكوينات الاباء، دابا قلنا على ان خصنا نديروا تكوينات الاساتذه لان هما اللي كيستقبلوا هاد الاطفال، خصوصا المذكرات الوزاريه اللي كتنادي بالتربيه الدامجه، ولان المكان الاكيد للطفل هو القسم. يعني حاولنا على اننا نساعدوا الاساتذه في يعني ليسين اللي كتبان على الاطفال اللي قدروا بها على انهم يعرفوا واش عندهم صعوبات ولا لا، وحاولنا نعطيهم واحد المجموعه من الاليات اللي كتمكنهم على ان يكون الدمج ديال الاطفال دمج سلس، وانهم يقدروا ينجحوا رغم الاختلاف اللي كاين مع الاطفال المتمدرسين. خالد الدحماني، اخصائي نفسي في علم النفس الكلينيكي مع جمعيه الدمج والتاهيل للجميع. دونك حنا اليوم كنظموا واحد الورشات تحسيسيه للفاعل الاساسي ديال المدارس الحكوميه. اليوم داخل هاد لا سيمين في التحسيسيه لليوم العالمي للاشخاص في وضعيه الاعاقه، فخلال ظرف هاد لا كريز سانيتير ضروري يكون واحد الدورات تحسيسيه، لان كانوا مشاكل فهاد. حنا عرفنا ان عشنا واحد الكونفينمون، وهاد الوليدات اللي كانوا في وضعيه الاعاقه كانوا في واحد ما كانوش كيمشيو للجمعيات، دونك كانت واحد الصعوبات، لقينا واحد الصعوبات، وحتى طراو دي ريغريسيون بحال الخدمه، بحال اللي لقينا باش نواكبوا ديك الخدمه اللي كنا خدمناها كانت واحد الصعوبات. ولكن في هاد الدوره التحسيسيه لقينا واحد الايجابيه من الاساسيد اللي عاونونا، لقينا واحد التفاعل ايجابي من الاساسيد من خلال هاد الورشات هادو اللي درنا. والجمعيه ماشي اول تجربه عندها في هاد الدورات التحسيسيه، مولفين كنديروا دورات تحسيسيه اللي عطات واحد المفعول ديالها في هاد المجال هذا. حنا انا كاخصائي نفساني مع الجمعيه الدمج والتاهيل للجميع، لقينا صعوبات من ناحيه ان بعض الخطرات كيكونوا هاد الاطفال هادو كينعزلوا، كيكونوا صعوبه خطرات، كيكون حاله ديال القلق، حاله ديال الاكتئاب، وبشراكه ديال الاخصائيين كاملين، حيت التدخل خصو يكون بلوري ديسيبلينار، خصو يكونوا بزاف ديال الاخصائيين، وتكون مثلا سونتري سور لونفون، لان التدخل كيكون سونتري سور لونفون، والمواكبه والتدخل خصو يكون مع الاباء حتى هو، لان الا خدمنا مع الطفل بوحدو الخدمه ما كتكون ناقصه. داكشي علاش خص بزاف ديال الاوتوريت يدخلوا، وانا كاخصائي كنخدم مع الاباء باش يكون واحد المواكبه حتى في المنزل، ماشي حرر غير في التدخل ديالنا مثلا في الجمعيه، وحتى التدخل كيكون حتى مع الاساسيد، لان الاساسيد هما الاولين اللي كيلاحظوا الاشارات اللي كيكونوا من هاد الاطفال اللي كيجيبوهم الجمعيه. دونك خص يكون واحد التدخل من جميع الاطر، كاساسيده، كاخصائيين، وكاباء، والتعاون بزاف ديال هاد المجموعات كيعطي واحد لا بريزون شارج كتكون كومبليت. داكشي علاش هاد الدوره التحسيسيه اللي دايرينها دابا وهاد الورشات مهمه باش نعرفوا شنو هما بعدا الاشارات ديال واحد الشخص في وضعيه الاعاقه وهاد الاطفال، لان دابا نقدروا نهضروا على لي تخوبل دابخونتيساج، صعوب التعلم، حتى هي راه نوعيه من الاعاقه واللي كيكونوا بزاف في المدارس سورتو في البريمير. دونك تي علاش الاساسيد بعض الخطرات يقدروا يكونوا واحد التعامل اللي بالنسبه لهم عادي، الوغ كو داك الدري كيكون في واحد الوضعيه ديال صعوبه التعلم وهو ماشي لخاطرو. داكشي علاش هاد لو فيت دو ريكونيتر لي سين الي تري امبورطون باش يكون واحد التدخل مبكر في كل حاله. السلام عليكم، برماد هند، رئيسه جمعيه الدمج والتاهيل للجميع، بشراكه مع جمعيه التدخل المبكر ارتئينا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة أن ننظموا واحد دورات تحسيسية تكوينية وتوعوية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي العمومي أو الحر، بالتنسيق مع مديرية الفداء مر سلطان، حيث الوليدات كيدمجوا في الأقسام. ملي كيدمجوا في الأقسام كنلقاو بأن الأساتذة ما تلقاوش واحد التكوين
خاصة في هذا الميدان. لذلك حنا كجمعيات وكمجتمع مدني قررنا أن نجيب الطاقم الطبي الشبه طبي والتربوي باش نخفوا العبء على هاد الأساسيدة، باش نوريوهم شنو هما نوع الإعاقات وكيفاش ممكن أنهما ياخذوا اون بريزون شارج ديال هاد الوليدات، ونوريهم أن حنا بجنبهم وأن الخدمة كتكون من جهتين، من جهة الجمعية ومن جهة الآباء ومن جهة المعلمين. كمسا كنقدروا نلقاو واحد النتيجة إيجابية بالنسبة لذاك الوليد اللي تدمج.